وعن الحالة الوبائية لمرض فيروس كورونا كوفيد-19 لحد اليوم الجمعة الموافق 11 من سبتمبر 2020 كالتالي: هناك 551 عينة تم فحصها، 30 إصابات جديدة سجلت في 23 بل سجلت 23 في مايو كيبي الشرق مخالطين لأشخاص تم تشخيصهم مسبقا، 4 في العاصمة الجمينة، 2 في اللغون الغربي، وحالة في الشرق الأوسط. هناك 2 شفاء، ويرتفع العدد الكلي إلى 934، 0 حالة وفاة، ليبقى العدد الكلي 79 حالة وفاة، بينما هناك 68 حالة مرضية تحت العلاج. عدد الإصابات المؤكدة منذ تاريخ 19 من مارس 2020 1081، من بينها 276 امرأة في 16 إقليما. تدعو المنسقية الوطنية للاستجابة الصحية المواطنين للهدوء والتضامن واليقظة واحترام القرارات والإرشادات وبالأخص التباعد المكاني. البروفيسور شواشمي المنسق الوطني للاستجابة الصحية.